تكونوا بألف خير. انتم بتشوفوا هذا الفيديو على السريع، رح احضر قهوتي ونيجي نحكي موضوع بياخذ العقل. كمان انتم قوموا حضرونا قرشاتكم، حضروا القهوه، حضروا الشاي. موضوعنا اليوم كتير حلو، اكيد انتم كتير طلبتوه مني، فحابه نحكي عنه اليوم ونستمتع فيه مع بعض. فهالفيديو رح ينزل المساء، حتكونوا هيك وقت الرواق وتحسوا فيه. اكيد عرفتوا عن شو الموضوع، فحضر قهوتي ورجع عندكم. انتم كمان حضروا شيء قبل ما نبلش الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب اذا اول مره بتزوروا القناه، تابعوني على انستغرام اونا هوم ستايل، وخلونا نبلش الفيديو اليوم. اليوم كتير متحمسة أشارك معكم هذا الموضوع، لأنه عن جد كتير كتير حلو، كتير رح تستمتعوا فيه إن شاء الله. أول شغلة حابة أنوه عن شغلة كتير مهمة، الموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم بخص شيء الموضوع نفسه، فمطلع برا الموضوع علع ما زبط إشاربك غير لفت إشاربك. آخر همي إنه أنا أطلع لكم وتبدأوا على الميك اب تبعي وعلى الحجاب وكذا. محضرت لكم موضوع حابة أحكي فيه، فموضوع الميك اب وموضوع الحجاب وموضوع وحدة المرة الماضية كتبت لي علا إذا بتعملي عملية تجميل لأنفك، أنا عاجبني حالي وشايفة حالي وممسدة. فآخر همي وآخر شيء حابة أسمعه وماني حابة أبداً، يعني حبابين بليز، يعني ممكن إن أكون شوي قاسية، بس أنا كتير مقتنعة بشكلي وهذا الشيء بخصني أنا يعني. فالوان موجود تحت، أنا ما عم بعمل ميك اب توتوريال، ما عم بعمل حجاب توتوريال، فأنا حاطة هلا حجابي أنا بالبيت، قمت لبست على السريع مشان أنا لأنه حضرت لكم هالموضوع حابة أحكي فيه، فبتمنى تكون الرسالة وصلت. أوكي خلونا نبلش موضوعنا، نبلش بالعادات المسائية. اليوم ما في عنا 10 عادات مثل العادات الصباحية، بالصبح بيكون في أكثر شغلات بنعملها، بس بالليل كل ما خفت الإنجازات وخفت الشغلات اللي بنعملها كل ما بيكون أحسن لإلك. فاليوم عنا 8 عادات مسائية حابة أشاركها معكم وأقلكم إياها حتى يكون يومك رايق وحلو وهادي وكول، وتكوني مستعدة لتاني يوم تفيقي كتير ما في ستريس، كتير فايقة هيك بمشاعر حلوة. بنشتغل طول يومنا وبنتعب طول يومنا وبنضل عم نركض طول اليوم، خاصة للأشخاص اللي عندهم أطفال، عندهم عدد أطفال وعم يروي وراهم يدرسوا وين يلعبوا كذا، قديش بتوصلي للمساء بتكوني تعبانه. فهذا انا بعتبره هو الوقت الشخصي الخاص فيكي اللي لازم انت تستمتعي فيه لابعد الحدود، حتى تستمتعي فيه، حتى توصلي لنقطه الرواق والهدوء والسكينه الموجوده بالليل، لازم تعملي هدول الخطوات، لازم تتبعي العادات الصباحيه اللي قلت لك عليها. اذا ما سمعتوا رح احط لكم اياها بنهايه الفيديو تشوفوا. اذا عملتي العادات الصباحيه رح توصلي للعادات المسائية للمساء تكوني جدا رائقة وتقدري تعملي الشغلات اللي أنا رح أقلك عليها اليوم. فكتير مهم بالنسبة لنا حتى نحن نحس بالهدوء والرواء والسكينة تتبعي هدول العادات. بالنسبة إلي العادات المسائية بتبلش عندي من أول ما برجع من الشغل، أنا برجع حوالي الساعة 5 الساعة 6 على البيت، فببلش المساء عندي تطبيق العادات من الساعة 6، من وقت ما برجع البيت طبعا بغير لبسي، بلبس شيء مريح، أول شغلة بعملها بدخل على المطبخ. تصوروا يوم طويل عريض بدخل على المطبخ، قديش مهمة صعبة انه انت تدخلي على المطبخ تبلشي طبختك وانت رجعانه تعبانه هيك. بس انا شو بعمل؟ دائما في مثل انا كثير بحبه، don't work hard work smart، لا تشتغل بجد تهلك حالك، اشتغل بذكاء. قبل بيوم وقت اللي بكون حتى توصلي للعادات المسائية والعادات الصباحية تكون عندك كاملة لازم تبلش دائما من قبل بيوم. فانا قبل بيوم المساء شو بكون محضرة؟ حكيت لكم بالعادات الصباحية بكون عندي 3 شغلات أساسية اللي هي تنظيف المسائي قبل ما بنظف الصبح، أصلا ما في عندي وقت، تحضير الملابس اللي رح أروح فيها للشغل حتى ما أنعبط الصبح شو رح أختار، والشغلة الثالثة تحضير الطبخة. تحضير الطبخة بيكون عندي شغلتين أساسيات، أول شيء عندي تحضير الطبخة الأسبوعي وتحضير الطبخة اليومي. تحضير الطبخة الأسبوعي بكتب بشكل عشوائي لمدة 7 أيام، أنا قلت لكم بطبخ بين 3 لـ4 مرات بالأسبوع، والطبخة أحيانا بكفينا ليومين، فبكفيني 3-4 مرات بالأسبوع وزيادة. بقية الأيام خاصة بالعطل بفضل إنه أنا آكل جاهز أو أطلع لبرا، إنه هو يوم راحتنا يعني، ما بفضل إنه أنا أطبخ فيه. فبالأيام اللي راح أطبخ فيها بحضر الطبخة قبل بيوم، أوريدي من قبل بأسبوع، بداية الأسبوع من يوم الاثنين لأحد المساء بكون كاتبة جدول بالطبخات اللي راح أطبخها حتى ما أحتار، حتى أعمل الشوبينج تبعها وأجهزها وتكون جاهزة. بحلل اللحمة، بحضر الأطباق، الكمية اللي راح أطبخها، الطناجر، الطواية، كل شيء بيكون جاهز عندي. ما بتطول معي الطبخة بين إنه أنا أبلش أحضر الأغراض وأحلل اللحمة وأعمل هالشغلات، بنطول معي ساعة بتاخذ معي 10 دقائق. الخطوة الثانية أنا عندي هي وقت العيلة، بقعد مع زوجي
شو عملت اليوم بيومك، عنده مشاكل بسمعه، عنا شغلات وقراراتنا ناخدها نحكيها مع بعض. ابدا ما تشيلي موبايلك وقولها خلص طب خلص اليوم هلكانه، لا تحكي معي راسي عم بوجعني، مسكتي موبايلك وقعدتي. اوعك هذا الوقت لو 10 دقائق باليوم التواصل الاجتماعي مع اهل بيتك اللي عايشين معك كثير مهم. فهي الخطوه الثانيه، تقضي وقت مع اولادك، هو تدريس هو لعب، هو تعطي من وقتك لزوجك، من وقتك لزمانك متزوجه، لامك وابوك لاخواتك، تقضي وقت معهم، انسي الموبايل. كمان هون عندي هاي الفتره ما بصير امسك فيها الموبايل، سعيد بيعرف انه بعد العشاء انا وهو كمان لنا تقريبا 5 شهور بهالعاده بنشيل موبايلاتنا بنحطهم بالغرفه اللي معنا ومنقضي ساعة ونص نحن عم ندردش عم نحكي، بنشوف موفي مع بعض، متابعين مثلا مسلسل، اي شيء، المهم انه نقضي وقت مع بعض بعيد عن الموبايل. هاي شغله كثير مهمه واساسيه، حتى هو ما بيصير يشيله وانا كمان بنفس الوقت ما بصير اشيله. فهي الخطوه الثانيه اللي هي التواصل مع اهل البيت. بنيجي على الخطوه الثالثه اللي هي عندي اياها كمان شغلات اساسيه ما بقدر اطبقها يوميا، بس بحاول قدر الامكان بالاسبوع اطبقها من 2 لـ3-4 مرات كماكسيموم كحد اقصى، اللي هي تعلم شيء جديد ومفيد لو معلومة بسيطة لازم حاطة ببالي دائما من زمان. هاي العادة عندي من اول ما كنت عند اهلي انه انا لازم اليوم اتعلم شغلة جديدة. اوكي هون بشيل موبايلي بفتح، بين انتي تقعدي تتابعي فاشينيستات وما بعرف شو، بين انه انتي تفتحي عن موضوع معين، اعملي سبسكرايب لشانلز بتعطي غنية بالمعلومات. هلا انا مثلا في قناة مساحة كتير بحب المعلومات اللي بتعطيها والقصص اللي بتعطيها، في قناة كريم اللي بيحكي قصص فيها عن قصص صارت بالعالم وهيك، انا بحب مثل قصص البوليسية وهالشغلات فبحب اسمع هدول الشغلات. اوكي هلا هي مثلا تسلية بس مفيدة، اضافة شيء لمعلوماتك، اتساع الخبرة تبعيتك. فانت اي موضوع بتحبي توسعي الخبرة تبعيتك فيها فيكي تبحثي عنها، البحث تشيلي موبايلك، ممكن تقضي ربع الوقت لشيء انه هيك تصفح وتسلاية، والثلاث ارباع لازم يكون لشيء انت بفيدك. انا حالك انه انت والله داخله الموبايل حتى تخترعي الذره ولازم تلاقي حصن شيء مفيد، لا، حلو احيانا يكون في هيك وقت مستقطع عشوائي بحياتنا انت تقعدي تتابعي فيه شو ما بدك، بس بنفس الوقت كثير ضروري انه انت تغني يومك بشيء مفيد لإلك. لو ما قلت لك لو معلومه، لو تعلم طبخه عن طريق اليوتيوب، لو قراءه كتاب. هلا انا مثلا كثير كثير حابه اتعلم هدول الكنفة وهالقصص الفن الريزن، هدول شغلات كثير عم ببحث عنهم، كثير عم بحاول انه اعرف منين بيجيبوا الادوات، منين هالشغلات، ممكن انا اكتسب هالخبره بس ممكن انفذها ممكن ما انفذها، المهم انا اذا حكموا هالموضوع قدامي ما قالوا شو هذا فن الريزن مثلا هلا طالع جديد موضوع، يكون تقعدي بالمجتمع تكون قدرانه انه انت تحكي بهي المواضيع. هاي كانت الخطوه الثالثه. نجي على الخطوه الرابعه واللي هي هون كمان شويها يلا اخر مراحل وبنجي على الوقت الحلو، بس لساتنا هلا بالرابعه اللي هي 3 شغلات اساسيه في حال انت كنتي امراه عامله. الشغلات اللي قلت لكم اياهم بالفيديو الماضي تبعت العادات الصباحيه انه هدول العادات بتبلش من العادات المسائيه اللي هي اول وحده تنظيف المنزل. شوفي عندك رتوش، شوفي عندك شغلات رح تعمليها، انهي كل شيء. طبعا هون انت نيمتي اولادك، اوكي اذا في حال عندكم اولاد هون بتكونوا نيمتوا اولادكم وخلاص هذا الوقت انت حتقومي تنظفي ويسهل عليكي، بتكوني انت برواق بتقومي بتنظفي، شغلي ميوزك خفيفه وبلشي نظفي البيت، حضري ثيابك اذا كنتي امراه بتشتغلي لثاني يوم، وقرري شو الطبخه اللي رح تطبخيها، وحضري بالبراد الاطباق حتى اذا في شغلات بدها تقطيع قطعيه. اوكي وخلص خلصت خلصت تمام. هلا جينا على فتره الرواق والسكينه والهدوء الحلوه بعد ما اخلص كل هذا الشغل. انا بالعاده في ناس مثلا اثناء ما هن عم يحوسوا بينطفوا بيعملوا بيشغلوا القران، بيشغلوا التسابيح، بيشغلوا الاذكار، هالشغلات انا ما بحب، لاني بحب وقت اللي اشغل هدول الشغلات اكون قاعده ومركزه فيها. اوكي يعني اكون عم بسمع. هون ببلش عندي وقت الدلال. اول شغله بحضر القهوه، بحضر القهوه بشغل شو لو بدي اقعد لحالي، بخفت الاضاءه البيت وبشغل الاذكار المسائيه. اثناء ما عم بسمع هالشغلات والادعيه والتسابيح، وطبعا هون بتكوني انت قمتي بصلاتك، قمتي بعبادتك، هي شغله بينك وبين رب العالمين انا ما راح احكي فيها كثير بهذا الفيديو. تذكروا وقت حكيت لكم على التامل الصباحي وانت عم تشربي قهوتك، هذا التامل المسائي بعد ما تكون خلصتي كل شيء وحاطه الاذكار وحاطه القران، حاطه شيء عم تسمعيه طبعا ومركزه معه، بتفرمتي مخك صفر ولا بتفكري بشيء وبس تتاملي. هو بتفتحي الشباك طلعي على السما 10 دقائق ربع ساعه
هاي رح تعطيكي هيك سكينه وهدوء جواتك فوق ما تتخيلي. عندي شغله انا كثير بحبها من التسابيح اللي بعملها، اذا كنت مخنوقه بيوم معديه بمشاكل وضغوطات نفسيه اثناء اليوم بشغلي، اكيد بتعرض كلياتها بنتعرض، بتقولي لا اله الا الله. يا جماعه جربوه، عن جد انا كثير لقيت فرقه عليها. تقولي لا اله الا الله وتوصلي على كلمه الله، لا اله الا الله، تاخدي نفس لجوا وبتحبسي كلمه الله جواتك، وبعدين بتعملي زفير. شوفوا قديش رح ترتاحوا، تكوني واقفه على الشباك وعم تطلعي على السماء. يا جماعة قديش مريحة نفسيا هالحركة، عملوها 7 مرات 10 مرات، قولوا لا إله إلا الله وخذوها من جواتكم لجواتكم، شوفوا قديش كل الطاقة السلبية جواتك والضغوطات رح تطلع. كتير رح تحسوا بفرق بهالشغلة اللي عم بقلكم عليها. أنا بالنسبة لي بصراحة كتير حسيت بفرق فيها، فحبيت إنه أنا أفيدكم فيها. نجي كمان هذا الوقت، ما إنه هو مهم رح أطول فيه شوي بشرحه. خلصتي السماع للأذكار وخلصتي الفترة الإلهية، التغذية الإلهية اللي نحن كلياتنا بحاجتها، إجا وقت الفرفشة. الفرفشة الرايقة الهادية اللي هيك ما فيها ضجة وهالقصص، تجي على فترة إنه أنتي تحطي ميوزك خفيفة، على تقولوا لي ميوزك وقرآن وكذا، أوكي يعني أنا بصراحة من هالنوع، يعني أكذب عليكم أقولكم لا ما بسمع ميوزك، لا بسمع ميوزك بس أوكي الحمد لله، مثلا ما أنا مقصرة بناحية، بس ما بقدر مثلا بلا الميوزك الهادية وانا عم بشرب قهوتي. هون في عندي شغله كتير حلوه بفكر بيومي انا ايش انجزت اليوم، ايش الشغلات اللي عملتها صح وشو الشغلات اللي عملتها غلط. من اليوم انا حكيت على فلانه ما كان لازم احكي عليها، خلاص من بكره لازم ما احكي على فلانه، او ما بقى ابطل حكي مثلا على عالم. اليوم من السياره مثلا شلفت شغله، والله مره كثير انبني ضميري بيومها هيك وانا نايمه، انه شلون ما بعرف شلون، سبحان الله انا من النوع اللي كثير بكره انه اذا كنت عم بسوق السياره انه اشيل اشرب شغله من السياره وسخه، يعني انه دائما بتركها بالسياره، غفلت عنا سهيت عنا. المحاسبه، محاسبه النفس، وانت تفكري هي لحالها هي توبه بحد ذاتها، وبحد ذاتها سبحان الله دائما التقييم النفسي وهذا الشعور انا ما بقول انه انت تكون شعورك بالذنب، ممكن انت شغلات اليوم حلوه عملتيها، فرحتي رفيقتك، رفيقتك دقت لك كانت بحاجتك وانت لبيتيها، الشغلات الايجابيه هي بتعطيكي طاقه ايجابيه، وبنفس الوقت محاسبه النفس بتردعك عن انه تعملي الذنب مره ثانيه او الشغله السيئه مره ثانيه. فمحاسبه النفس كثير كثير مهمه. نجي على تعزيز الثقه بالنفس ومحبه حب الذات. هاي موضوع رح احكي لكم اياه موضوع لحاله، هاي قديش انا خرطت فيها وقديش هيك اخذت من حياتي كثير تجارب لحتى خلص طلعت بشغله انه كونوا متصالحين مع نفسكم حتى توصلوا لكلمه تكون. انا انسان جدا متصالحه مع نفسي جدا، وكثير بحب حالي وكثير واثقه بحالي، ممكن يعجب ناس كثير ممكن ما يعجب. وقت اللي بيجيني مثلا تعليق سلبي، وقت بيجيني تعليق سلبي من اي حدا، يعني هيك يعني في ناس مثلا بتأثر، وبستغرب مثلا الناس المتأثرة بالتعليق السلبي وكذا، بحس انا ابدا ابدا ما بأثر علي، مو لاني ما فيني احس اكيد يعني بحس، بس لانه كثير مثلا متصالحه مع نفسي وكثير بعرف. حتى احيانا بالناس اللي كتبوا تعليقات سلبيه ممكن صحيحه بتعلم منها، باخذها انا انه هي كتزيد من خبرتي او انتبه انه هالشغله انا ما لازم اعملها. اوكي طيب، فانت دائما قولي انا اليوم كنت عطي لحالك رسائل ايجابيه ليليه، هي كثير كمان مهمه، مو شوفت حال طبعا، بس انه انا اليوم عملت هيك انا كثير فخوره بحالي، انا هيك انجزت، انا اليوم الانجازات اللي حطيتها الصبح كلها يتطبقتها، انا اليوم قضيت مع وقت مع اولادي حلو، اليوم انا ما صرخت على اولادي، كنت ام مثاليه مثلا. دائما هيك فكره انه انت شيء مثالي عملتيه بيومك وقوي حالك فيه وعزي، هي اهم سبب انه انت تعززي الثقة بالنفس بحالك. اليوم الشغلة الأساسية المستحيل أحط راسي على المخدة إذا ماني عاملة عناية شخصية، عاملة تقشير لبشرتي، عاملة حاطة كريماتي الليلية، أوعك تنامي بالميك اب، إنه بليز يعني ما تعملوها، يعني تنامي بالميك اب يعني هي بحس انتحار للبشرة بحد ذاتها. تنظفي بشرتك، تعتني بحالك، العطورات، البخور، الروايح الطيبة قبل ما تنام، تلبسي بيجامة جديدة، تهيئي حالك هيك، هي كلها بتعطي هيك طاقه ايجابيه، تاخذي شاور قبل ما تنامي يعني خاصه بالصيف، تكوني فريش وانت نايمه، وبعدين تصبحي على الف خير. وهي كانت العادات المسائيه لليوم اللي عم جد اذا طبقتوها رح تتغير حياتكم 180 درجه. تقوليني عندي اولاد بقول لك كلهم بتطبقوا،
ما في عيب. ان شاء الله يا رب موفقين، وبتمنى الفيديو تكون عجبكم وتستفيدوا منه قدر الامكان، ودائما ان شاء الله رح اطلع لكم ونحكي بمواضيع نتناقش فيها، وهي تبادل خبرات. يعني امس كتبتوا لي بالعادات الصباحيه بالكومنت شغلات انا ما كانت خاطرتي اللي كثير حبيتها، يعني استفدت منكم، وبصراحه في شغلتين طبقتهم كمان رح احكي لكم عنهم بفيديو قادم ان شاء الله. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو وحبيتوه، واكتبوا لي انتم كمان شو العادات المسائية اللي ما بتقدروا تستغنوا عنها بالليل، وشو حتى هيك نستفيد من خبرة بعض. وبحبكم كثير كثير، ديروا بالكم على حالكم، شوفكم على خير فيديو جديد، باي باي.